السلام عليكم، معاكم صيدلانية رشا مصطفى، حاصلة على دبلومة في الصيدلة الإكلينيكية والبورد الأمريكي في العلاجيات الفارماكوثيرابي. أهلا بكم في موضوع جديد. موضوعنا النهاردة هو الكانسر عند الأطفال أو سرطان الأطفال. هنعرف فيه يعني إيه الكانسر، يعني إيه أنواع وإيه هي أنواع السرطان اللي غالبا بتصيب الأطفال. أولا يعني إيه سرطان أو كانسر؟ السرطان هو عبارة عن نمو وانقسام غير طبيعي لخلايا نسيج أو عضو معين من أعضاء الجسم بيؤدي إلى تكون ورم خبيث. طب هو إيه الفرق بقى بين الورم الخبيث والورم اللي مش خبيث أو بيسمى الورم الحميد؟ ببساطة الفرق بينهم إن الورم الحميد ينمو ببطء وبينتشر في ولا ينتشر في الجسم ولا يخترق الأنسجة المحيطة به. يعني في أغلب الحالات الأورام الحميدة دي لا تؤدي إلى الوفاة، على عكس الأورام الخبيثة فهي بتنمو بسرعة كبيرة وبتخترق الأنسجة المحيطة عشان تنتشر في الجسم كله، وبنسبة كبيرة بتكون مميتة. بس الحمد لله بعض أنواع الكانسر أصبح الآن بيستجيب للعلاج، ودي كانت مقدمة بسيطة عن تعريف الكانسر. طب ايه بقى الانواع الشائعة من الكانسر في الاطفال؟ هنلاقي عندنا اليوكيميا اللي هي سرطان الدم، سرطان المخ والحبل الشوكي. الحبل الشوكي ده اللي هو الاعصاب الموجودة داخل فقرات العمود الفقري اللي هي بيتشعب منها الاعصاب اللي واصلة لجميع اجزاء الجسم. كمان أورام في الأنسجة العصبية، والويلمس تيومر ده عبارة عن أورام في نسيج الكلى. ريبدو مايوساركوما ده عبارة عن أورام في العضلات. بون كانسر عبارة عن أورام في العظام. ليمفوما دي عبارة عن أورام في النسيج الليمفاوي. ايه هو النسيج الليمفاوي عشان نكون عارفينه؟ هو جزء من الجهاز الوعائي اللي هو بيتمثل في الاوعية الدموية، وجزء منها تاني اسمه الاوعية الليمفاوية. الجهاز الليمفاوي ده مهم جدا جدا لمناعة الجسم، وهو عبارة عن شبكة من الاوعية بتحتوي سائل شفاف بتصبه في تيار الدم. السائل الشفاف ده بتجمعه من الانسجة المختلفة. في كمان اعضاء مش بس أوعية ليمفاوية، مش بس يعني النسيج الليمفاوي ده عبارة عن جزء أوعية ليمفاوية، وكمان في أعضاء ليمفاوية. وظائف الجهاز الليمفاوي هو نقل الليمف اللي هو السائل الليمفاوي ده المحتوي على كرات دم بيضاء اللي هي بتمثل جزء من مناعة الجسم، بينقلها لأجزاء الجسم عشان تكون جاهزة ضد أي عدوى يصاب بها الجسم. طب هل في وظائف تانية للجهاز الليمفاوي؟ أيوه، هو كمان بيحافظ على توازن السوائل وبيجمع السوائل الزايدة ويصبها في تيار الدم. له كمان دور في امتصاص الدهون والمغذيات اللي بتكون زائبة في الدهون. وسرطان الجهاز الليمفاوي أو السرطان عموما في أي مكان في الجسم، خلاياه غالبا بتنتشر إلى الغدد الليمفاوية والعقد الليمفاوية القريبة منه. عرفنا الأنواع الشائعة من الكانسر عند الأطفال. يلا نتكلم عن كل نوع معانا من السبع أنواع دول. اولا اليوكيميا، وهو ده عبارة عن مرض خبيث بيحدث فيه زيادة كبيرة في عدد خلايا الدم البيضة، فبتنتج خلايا مش طبيعية ومش ناضجة بتزيد وبتزاحم خلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية. ايه بقى الاعراض اللي بتخلي الطبيب يشتبه في وجود سرطان الدم ويبدأ يطلب فحوص معينة لتأكيد التشخيص؟ من ضمن الأعراض دي أولا عدوى متكررة، لأنه في خلايا بيضاء كتير مش بتقوم بدورها المناعي لأنها غير ناضجة. كمان نقص الوزن، تضخم في الغدد الليمفاوية وفي الكبد والطحال، أنيميا ونزف تحت الجلد زي الكدمات كده وبقع حمراء تحت الجلد.
بقع حمراء على الجلد بنشوفها. طب التشخيص بيتم ازاي؟ بيتم بأخذ عينات من نخاع العظم في منطقة الحوض وعمل تحاليل على الدي ان ايه اللي هو المادة الوراثية، وبيشوفوا كمان تغيرات في خلايا نخاع العظم. طيب هل اليوكيميا دي نوع واحد؟ لا، هو في نوعين من سرطان الدم، نوع حاد ونوع مزمن. في النوع الحاد اغلب خلايا الدم البيضاء بتكون غير ناضجة وما بتؤديش وظيفتها المناعية الطبيعية، وهنا الحالة بتسوء بسرعة، حالة المريض بتسوء بسرعة. أما النوع المزمن اللي هو الكرونيك، بيوجد بعض الخلايا غير الناضجة لكن هناك خلايا طبيعية بتؤدي وظيفتها بشكل جيد، وهنا الحالة بالتالي بتسوء ببطء. طب إيه هي أسباب الكانسر؟ أسباب اللويكيميا ومن ضمن أسباب الكانسر عموما هي طفرات جينية بتحدث للإنسان بعد ولادته، وفي طبعا عوامل بتؤدي إلى حدوث هذه الطفرات الجينية زي التدخين والإشعاع والعدوى الفيروسية والمواد الكيماوية المسرطنة اللي بتلوث البيئة، بالإضافة إلى الهرمونات، وكمان السمنة برضو ممكن يكون عامل مؤثر. طيب في علاج لسرطان الدم؟ الحمد لله في علاج، هو العلاج الكيماوي والإشعاعي وزراعة نخاع العظام، وكمان في علاجات دلوقتي أحدث، هي العلاج الحيوي اللي اسمه بيولوجيكال ثيرابي، وده بيتم باستخدام مواد مستخرجة من كائنات حية لها أنواع كتير، بعضها بيستهدف تحفيز المناعة فبيبدأ الجهاز المناعي يهاجم الخلايا السرطانية ويقضي عليها، وده بيسمى الاميون ثيرابي، وده بيتم بطريقة غير مباشرة ان الدواء البيولوجي ده او الدواء الحيوي بيحفز الجهاز المناعي. وفي كمان علاج مباشر بالاجسام المضادة اللي هي الانتي بودز، وفي علاج كمان من العلاجات الحديثة اسمه تارجتد ثيرابي، يعني علاج بيستهدف ايه؟ بيستهدف جزيئات معينة بتدخل في نمو الخلايا السرطانية، بيستهدفها ويمنع دخولها للخلايا السرطانية، وبالتالي بيقضي على الخلايا السرطانية دي. طيب ايه هو النوع التاني اللي معانا من انواع السرطانات اللي ممكن تصيب الاطفال؟ هو سرطان المخ والحبل الشوكي، وزي ما قلنا الحبل الشوكي هو بيمثل الأعصاب اللي موجودة داخل العمود الفقري. والكانسر ده عبارة عن وجود خلايا غير طبيعية داخل نسيج المخ أو داخل نسيج الحبل الشوكي، بتنمو بسرعة وتنتشر في أنسجة المخ المختلفة وأنسجة الحبل الشوكي المختلفة، وتسبب أعراض حتى لو كانت حميدة. وبالتالي حتى الأورام الحميدة هنا بتحتاج إلى علاج، وهو الاستئصال الجراحي. احنا كده كمان قلنا العلاج قبل ما نقول الاعراض والتشخيص. طيب بالنسبة لاعراض سرطان المخ والحبل الشوكي، بالنسبة اولا لاورام المخ، بتتمثل في صداع بيبدأ اكتر في الصباح، غثيان وقيء متكرر، مشاكل في الرؤية والسمع والكلام والمشي، بيحصل كمان تغير في السلوك ورغبة زائدة في النوم، ممكن تحصل تشنجات وبيحصل زيادة في حجم الرأس في الرضع. أما بالنسبة للأعراض اللي بتظهر في حالة أورام الحبل الشوكي، فبتتمثل في آلام في الظهر والذراعين والساقين، كمان ضعف في الساقين ومشاكل في المشي ومشاكل في الإخراج والتحكم في الإخراج. بالنسبة للتشخيص، فده بيكون من خلال إيه؟ اولا الفحص العصبي، يعني طبيب المخ والاعصاب بيقوم بالكشف على المريض وفحصه. ثانيا بيتعمل دلالات اورام في الدم. وثالثا الرنين المغناطيسي. وكمان في نوع رابع من التشخيصات ممكن بيتم عن طريق اخذ عينة من خلايا المخ، بس ده بيكون عبر فتحة صغيرة في الجمجمة من خلالها بيتم اخذ العينة دي من خلايا المخ. العلاج زي ما قلنا هو الاستئصال الجراحي.
النوع التاني اللي معانا بعد كده او النوع التالت هو اورام الانسجة العصبية. وده بينتشر في ده بيحدث في الأجنة، وغالبا بينتشر من الغدد الفوق كلوية، وأيضا ممكن يحدث في الرقبة وفي البطن وفي الصدر والأنسجة العصبية في العمود الفقري. النوع ده غير معروف السبب، وعند اكتشافه بيكون في الغالب قد يعني انتشر في الجسم كله بالفعل. النوع الرابع معانا هو الويلمز تيومر، وده زي ما قلنا بيبقى ورم في أنسجة الكلى. طب علاجه ايه بقى؟ العلاج بتاعه بيكون باستئصال الكلية، وبعدين بيليه علاج كيماوي مع او بدون علاج اشعاعي. اما النوع الخامس اللي هو الربدومايوساركوما، ربدومايوساركوما ده اللي قلنا عليه كانسر في أنسجة العضلات، هو دوت نوع من الكانسر بس نسب التحسن فيه عالية الحمد لله، وبتصل إلى 80%. بيتم علاجه بإزالة الورم جراحيا وبالعلاج الإشعاعي والكيماوي. النوع السادس معانا هو سرطان العظام البون كانسر، وده في منه نوعين. النوع الأول هو الأوستيوساركوما، والنوع الثاني هو الإيوينج ساركوما. بالنسبة للنوع الأول الأوستيوساركوما، فده بينشأ في أطراف العظام الطويلة زي عظام الساقين والفخذين، دي عظام طويلة. الطرف بتاعها اللي هو المسؤول عن نمو العظمة وزيادة طولها بيسمى ميتافيزس. بيحدث في الجزء ده تحديدا النوع ده من الكانسر اللي هو الأوستيوساركوما، والنوع ده علشان كده بيكون سائد في المراهقين وبداية يعني في سن البالغين في الأعمار الصغيرة من البالغين. طب هل ده له علاج؟ أيوة، هو له علاج جراحي وأيضا العلاج الكيماوي. طيب بالنسبة للنوع التاني اللي هو الإيوينج ساركوما، دوت يعتبر تاني أكثر السرطانات شيوعا في الأطفال وفي المراهقين. بيكثر في سن التين ايجز اللي هو من سن 13 إلى 19 سنة. ممكن يحدث بقى في أي عظمة من الجسم مش بس أطراف العظام الطويلة فقط، وده الاختلاف بينه وبين النوع الأول اللي هو الأوستيوساركوما، إن هنا في الإيوينج ساركوما بتكون في أي عظمة من عظام الجسم، بس غالبا بتكون في الحوض وفي الضلوع وعظم الفخذ والذراعين والساقين. طب ده بقى علاجه ايه؟ هل علاجه بيختلف؟ لا، برضو هو علاجه العلاج الكيماوي والعلاج الاشعاعي والاستئصال الجراحي للورم الاول يعني في بدايته. علاج سرطانات العظام عموما، اعراض سرطانات العظام عموما بتتمثل في الام العظام وإعاقة في الحركة، يعني بيجد المريض صعوبة في الحركة، ده العرض الشائع. وبيتم تشخيصه بالأشعة العادية اللي هي الإكس راي، بالإضافة إلى أنه ممكن تظهر برضو على المريض أعراض أخرى منها تيبس وانتفاخ حول العظام وحول المفاصل، ضعف في العظام مما يؤدي إلى سهولة حدوث كسور، كمان ممكن يبان على المريض إجهاد وحمى وأنيميا وفقدان للوزن. فاضل معانا النوع السابع والأخير من أنواع الكانسر الأكثر شيوعا في الأطفال، هي أورام الليمفاوية. وبينا إن يعني إيه الليمف ويعني إيه الجهاز الليمفاوي. هنا هنعرف في الليمفوما اللي هي سرطان الجهاز الليمفاوي بينقسم إلى نوعين، نوع اسمه هوجكن ليمفوما ونوع نون هوجكن ليمفوما. الاتنين بيحدثوا في الخلايا الليمفاوية الليمفوسايتس، وهي دي نوع من أنواع كرات الدم البيضاء وهي جزء من الجهاز المناعي. طب ايه الفرق بين الهوجكن ليمفوما والنون هوجكن ليمفوما وازاي بيتم التمييز بينهم؟
يتم التمييز بينهم والتفرقة من خلال الفحص للخلايا الليمفاوية السرطانية تحت الميكروسكوب، بتختلف في شكلها، فبالتالي بيتم التمييز بين النوعين. طب يا ترى هو مهم التمييز بين النوعين؟ ده مهم جدا، لان العلاج هنا لما نيجي نتكلم عن العلاج هنلاقي ان لكل واحد منهم كورس مختلف في العلاج، عشان كده محتاجين ان احنا نميز بينهم عشان نعالج بالطريقة الصح. دي كانت شيء كده نبذة بسيطة عن انواع السرطانات الشائعة في الاطفال. قلنا السبع انواع واتكلمنا ببساطة عن كل نوع منهم وعن التشخيص بتاعه والاعراض بتاعته والعلاج المناسب ليه. يا رب تكون مبسطة واستفدتوا منها. شكرا ليكم وسلام عليكم.